احترام مبدا النوع ريسبي دو جونغ فو لو فير لي طون دو فير حتى عندنا دابا غادي نعطي الكلمه ل زهره من الزهرات في هذا البلد الذي نحبه بلدنا المغرب بشرى ديجورك اللي هي خريجه المعهد العالي للمسرح تخصص تمثيل مخرجة سينمائية لا شك أنكم شاهدتوا أعمالها في التلفزيون وفي السينما وأيضا بشرى هي أيضا تمارس العمل الصحفي فأطلب منكم أن تصفقوا في شخص تحية طيبة للحضور الكريم وتحية للأساتذة اللي موجودين معنا تحية للراشد فكان كلمة باش تقولها في حق سيدي أحمد يعني سيدي أحمد غنى للنساء وغنى للمرأة المغربية ومحب للمرأة المغربية وحتى المرأة المغربية كتحبو سيدي أحمد غنى وتغنى وقال كلام رائع وجميل كانوا كيقولوا آبائنا لأمهاتنا واللي ما كانش دابا في الساحة الفنية زجل جميل راقي كيعبر على الحب المغربي الجميل الزمن الجميل للحب هذاك الحب اللي حنا دابا كنبحثوا عليه ودوك الرسائل القصيرة اس ام اس اللي ما فيها معنى وداك الأغاني اللي ما فيها معنى اللي كاينين في الإذاعات الوطنية كان سيدي أحمد وباقي أغانيه عنوان الحب المغربي الصافي الجميل علاش كنقول المرأة المغربية تحب سيدي أحمد لأنها عطى مسرحيات رائعة دافع فيها عن المرأة دافع فيها عن حقوق المرأة ولكن بفنية عالية وبأسلوب سلس حساس وجميل هذا الرجل ليس كاتب فقط أو مبدع أو فنان يعني يكتب إنه كتلة من الأحاسيس الجميلة الرائعة وبالتالي فهو رمز للمغرب ورمز لكل المغاربة فنانين ومواطنين كلما سافرنا إلى أي بلد من البلدان العربية إلا وسئلنا عن سيدي أحمد طيب عيش وهذا فخر لنا كاملين وفخر للشباب المغربي لأن سيدي أحمد كيشجع الشباب وشاب في وقفته شاب في كلامه شاب في ابتسامته شاب في أناقته أناقة رجل ضحى وأعطى للفن المغربي الكثير وأنا من هذا المنبر سعيدة جدا أنكم كتكرموا وكتوقفوا له اليوم وقفة جميلة كنتمنى تسمع تصفيقات حارة من سيدي أحمد إذا بعد كلمة بشرى ونبراتها الرائعة سيدي أحمد ونعود أيضا من بعد للموسيقى بشرى تكلمت عن موضوع خاص جدا وهي تعرف كثير من الأشياء تعرفها معرفة جيدة تعرف أنني أحببت المرأة بصفة عامة وأنصفتها وما زلت أقول بأن المرأة في بلدنا المغرب وفي أمتنا العربية لا تحترم لا تحترم في حين أنها موضع عندي موضع تقديس أحببت والدتي وقلت لك هذا في غابة المعمورة وأحببت زوجتي وأحببت بناتي وأحببت في أمي كل الأمهات وأحببت في زوجتي كل الزوجات وأحببت في بناتي كل البنات وأحببت المرأة لأن أمي لولا أمي لما كنت أنا المسمى أحمد الطيب العيش بعد
مسؤولين كبار ولا حكومين كبار هو ينقش واحد اللي يكون كبير اذا ما داش المرحله ديال ما داش ما مرش من كتسمعوا لي واقيلا لا داعي انا بغيت كنتمنى استاذنا الكبير لان كثير من اللي كيستمعوا الاغنيه ما كيديروش تحليل الاغنيه ما كيديروش ليها تحليل انا كنتمنى استاذنا الكبير وصاحبي كنعج يقرا لنا واحد ابيات قصيره من اعظم يعني زجر شفتو في حياتي قريتو وهو هدالي صوت البارح الاسلوب لان بزاف غنوها ولكن ما عرفوش ما بين السطور يعني هدالي صوت البارح وكتب بها بخط واضح لحبيبي صورتو هديه بيب الغالي عليا طبعا باش تفسر ملي كتدي الصوره لشي واحد كتكتب ليه الى 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 كنتمنى سيدي احمد يقرا لنا الله يطول عمرك واحد الى بقيتي مذكر هذه القطعه هذه القطعة كتبتها في مدينة طنجة وكتبتها في منزل البشير الحاج رحمه الله وهي كانت بالنسبة لي كوجع كنت أنام في بيته قريب منه أنام بضع لحظات واستيقظ واخذ القلم واشرع في الكتابه واعود للنوم واستيقظ في الصباح قال لي نجتيني هذه الليله قلت له دير طاح لي واحد الموضوع تنظن بانه خصنا نعرفوا بان القطعه في عمرها 47 سنه جيت جامي انكور جيتي يعني شاب مازال فيا بزاف ديال التصوينات المهم مشينا غنفطرو في واحد القهوه لان الوالده ديالو راه كبيره وغادي توجد لنا شي فطور جلسنا فطرنا قال لي سمعني داك الشيء اللي بغيت نهججني عليه قريت له هادي هذاني صورتو البارح وكتب فيها بخط واضح لحبيبي صورتي هدية العزيز الغالي عليا علم وكتب السمية وتمنى لي يكون نجح يعني من غير ما يمكن نعرف على القطعة البشير الله يذكره بخير قال لي هات القطعة وغتعطيها لعبد الرحيم تسقط والله الحاج يونس قسما معك انا اعتبر ان هذه القطعة بالنسبة لي هذه القطعة وغاب علي الهلال من احسن ما كتبت في حياتي كلها يا سلام الحاج يونس والى الاستاذ الفنان طيب علاش تنقول يا سبحان الله كيفاش انه حنا دابا في المغرب تلفزيوناتنا وجميعنا لا نكتب لا نؤرخ لا ندون وانتم كتشوفوا لهذه الانشطه الانسانيه الرائعه اللي تدخل في التركيبة والتكوين ديال ليدونتيتي ديالنا ديال الكيان ديالنا المغربي اسمحوا لي إلى مرة مرة كان شي سؤال بحال ما يسمى بأنني تنفكر بصوت عالي وكنحب أنني أقتسم معكم ولو بشكل متواضع بهذه الهواجس بحال الأستاذ مثلا دخيرة في وزارة الثقافة أنا نعود ربما الأصدقاء الأستاذ الجم ولا سي حسن نفادي ولا سي دامون يعتذرون شوية نتسناو نرجعوا للموسيقى والفن مقطع مع الأستاذ الحاج يونس إذا أي الناس انتظارنا يحضر أنا أتذكر الحاج يونس في الدار البيضاء
سنة 1983، يعني هذه دابا تقريبا شي 26 عام إذا ما أخطأتش، عندما أقدم على خطوة فنية رائدة وكون كواتيور رباعي بالعود، وحضرت إلى حفل فني في فضاء في الدار البيضاء فيه مغاربة وأجانب، واستمعنا طيلة ساعتين إلى موسيقات بالعود، أربعة العود يعني الآلات، يعني شرقية إيرانية تركية عربية إلى آخره وربما أكثر. وكنتمنى أن الحاج يونس يعيد هذه التجربة ديال الكواتيور ديال العود. إذا عنده وزارة التحضر واجب المؤسسات انها بقينا غادي نطلع لكم في الراس ديال التلقاء.
وانه الحاج يونس من الفنانين المغاربه اللي كيمثلوا احسن سفراء للمغرب في الخارج، لا في الشرق ولا في اوروبا ولا في العالم العربي ولا في اوروبا، سفراء في كل ما في الكلمه معنى. كنتمنى ان في بلادنا ايضا، وهذا هو الحاجه القويه اللي خصها تتحقق، انه في بلادنا يعترف بكرامه الفنان وبقيمته وعطاءته وامكانياته. يا الثقافه والفنون ليلقي كلمه بحق الفنان المقتدر، الفنان المحبوب، الفنان العزيز علينا جميعا، الفنان الطيب العلش. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا اخ رشيد. في البدايه اود باسم جميع الفنانين المسرحيين وفناني الاغنيه المغربيه والتشكيليين وكل المبدعين المغاربه الحاضرين والغائبين ان اتقدم بالشكر الى كليه الاصدار على هذه المبادره الجميله والطيبه والرائعه، مبادرة تكريم رائد المسرح، رائد الأغنية، رائد الفن المغربي الأستاذ أحمد طيب العلش. كذلك هذه المبادرة هي فرصة ثمينة خصوصا لهؤلاء الشباب لكي يتعرفوا على معلمة من معالم هذا الوطن العزيز. بالفعل أحمد طيب العلش معلمة، وكما قال أحد الإخوان الذين سبقوني، ذخيرة وكنز ثمين في هذا الوطن بالنسبة للإبداع. وبالمناسبة أشكر الزميل والصديق حمادي قيروم الذي نسق هذا النشاط والذي أتاح لنا هذه الفرصة لنلتقي جميعا مع سي أحمد. واقع منين غادي نبدا؟ لأنه السي أحمد يعني تعددت مواهبه وتعددت أشكال إبداعاته. ربما الواحد فينا في هذه الطاولة اللي ربما غادي يقدر يمتعنا أكثر هو السي محمد الجم الذي عاشره كثيرا، ولكن أنا كنت من بين المحظوظين وأنا في سن 16 سنة لما التحقت بالمعهد البلدي لمدينة الدار البيضاء قسم المسرح العربي، ولم يبقى للسي أحمد طيب العلش آنذاك بالمعهد أعتقد 3 أو 4 أشهر ليغادر المعهد، وكان لي هذا الحظ ولو البسيط والقليل أن أستفيد من تجربة السي أحمد طيب العلش كمربي وكمكون وكأستاذ كبير لتدريس مادة المسرح آنذاك. فقد كان يعني منذ نهاية الستينات وبداية السبعينات أستاذا لمجموعة من الأسماء الفنية التي ترونها الآن على الساحة الوطنية وخصوصا بمدينة الدار البيضاء. إذن هذه هي المرحلة الأولى التي عرفت فيها السي أحمد الطيب العلش. كذلك السي أحمد الطيب العلش ككاتب مسرحي يشهد له بمجموعة من الأعمال المسرحية الرائعة التي تركت بصمات واضحة في الساحة المسرحية الوطنية وعلى الصعيد العربي
وكذلك على الصعيد الدولي. ويكفينا كمغاربة أن نعتز بأن السي أحمد الطيب العلج يعني هو أول المسرحيين المغاربة الذين أدخلوا المسرح المغربي الشعبي إلى البيوت المغربية وإلى الدور وإلى الدور المشبع اللي شفتوا ربما كاين منكم من الشباب اللي شافها مؤخرا لما تقدمت في التلفازة المغربية هذه تقريبا واحد 4 أشهر كقاضي الحلقة كحكيم قلقون كالسعد كحليب الضياف إلى غيرها من المسرحيات. ويكفي أن نعتز كذلك بأن السي أحمد الطيب العلج كلفه الشيء الكثير في عهد النظام السابق الذي كان نظاما قمعيا ونظاما يقاوم التعبيرات الملتزمه والتوليه. وهنا يعرفني السي أحمد انني اتكلم على مسرحيه الكباش التي لم تعرض في المغرب الا مره واحده وحجبت نظرا لقوه هذه المسرحيه ونظرا لمضمونها الثوري القوي. وسي أحمد كذلك في المسرح ترجم إلى عدة لغات وقدمت له مسرحيات في عدد من الدول العربية بإخراجات متعددة في مجموعة من الدول خصوصا في سوريا في تونس وفي مصر. لن أتكلم كذلك في المسرح عن سي أحمد الطيب العلج كممثل لأن ربما شاهدتموه وهو يقرأ القصيدة كيف أنه كان ممثلاً رائعاً ويجيد كان له حضور قوي فوق الخشبة. ربما سي محمد الجم غادي يتكلم على هذه النقطة أنه كان سي محمد الجم كان سي أحمد الطيب العلج يسير الممثلين الملتفين حوله فوق الخشبة بذكاء كبير وبتقنيات كبيرة. وقد كان للحظ أن أشاهده في بعض المسرحيات في هذا الإطار. بالنسبة للأغنية يكفينا فخرا أن ريبرتوار السي أحمد الطيب العلج غني وغزير بروائع الأغنية المغربية. ومع الأسف لا يحضر معنا بعض الإخوان من الأغنية خصوصا الفنان الكبير مولاي أحمد العلوي الذي اعتذر لالتزامات خارج الوطن. لحدثوكم عن طيب العلج الذي كان بمنى قصائد وكلمات السي أحمد الطيب العلج من القصائد التي يجدون فيها لذة ومتعة للتلحين. وكذلك المطربين لهم نفس الرأي فيما يتعلق بأداء هذه الكلمات. وهنا لابد أن أشير بأن هذا الريبرتوار الكبير الذي تحدثت عنه لو كان لأحمد الطيب العلج هذا الريبرتوار في دولة أخرى لكان من خلال حقوق التأليف من أغنى الناس في العالم مش غير في المغرب لو كان في دولة أخرى. مع الأسف أن الحقوق في هذا البلد خصوصا بالنسبة للمؤلفين والمبدعين ضائعة وتضيع يوما عن يوم. كذلك في مجال السينما ربما شاهدتموه في بعض الأعمال السينمائية ولكن أنا فقط سأركز على جانب واحد في مجال السينما وهو السيناريو وكتابة الحوار. في السيناريو فهو السيناريست متميز ولكن كتابة الحوار من أهم الاختصاصات التي نفتقدها في المغرب فهو كاتب حوار متميز جدا. وبشرى جوكا أحد تلامذة السي أحمد الطيب العلج في هذا المجال تعرف الشيء كثير لأن خاصية كتابة الحوار خاصية دقيقة جدا. نحن نشاهد مجموعة من الأفلام السينمائية ولكن تبادل الحوار أحيانا يزعجنا يقلقنا والسي أحمد من الاختصاصيين في هذا المجال. كذلك في مجال النقابي السي أحمد الطيب العلج من المؤسسين لأول تجربة نقابية في المغرب في مجال الموسيقى ويتعلق الأمر بالنقابة المغربية لمبدعي الأغنية المغربية كما نظر إلى جانب مجموعة من المبدعين والفنانين في النقابة الحرة في النقابة المغربية للمهن الموسيقية وأخيرا في الائتلاف المغربي للثقافة والفنون. ورغم تقدمه في السن
كان يواكب معنا اجتماعات المكتب الوطني والمكتب التنفيذي للائتلاف المغربي للثقافة والفنون لما كان بيننا. كذلك السي احمد طيب العرج لما كان اداريا بالمسرح الوطني محمد الخامس وهو كان لا يحب هذه الوظيفه ولا يعتبر نفسه فنانا قبل كل شيء، ولكن مع ذلك اثناء وجوده في المسرح الوطني محمد الخامس اعطى الفرصه لمجموعه من الشباب، مجموعه من الشباب فتح امامهم ابواب من مسرح محمد الخامس. وغيرهم كثير، هناك من الشباب الذين ذهبوا لإتمام دراسات بالخارج وحصلوا على الدكتوراه بفضل مساعدة وبفضل دعم السي أحمد الطيب العلج، وبطبيعة الحال هو يعرف هذا كثيرا. إذا أكتفي بهذا القدر، وفي الأخير أود أن منكم أن تصفقوا جميعا، أن تصفقوا جميعا الحاجة ثم زوجة السي أحمد الطيب العلج. وكان يوم الجمعة
وطلب أن تردى على العادة القديمة بسكسون، وهيأت لنا فطمة طاجين سكسون من داكشي اللي تبغي. غزيناه شريف العلوي الحاج يوسف، شريف العلوي قبط العود، قلت سلطن، كتعرفوا اللي كتقبط العود سلطن، سلطن. بدات يضرب واحد النغمة، قلت له واش هذا لحن؟ قال لي لا هذا غير ما جاب الله دركا. قلت له انا عمل واحد الحاجة، انا باغي نكتب اغنية على مراتي، نعملو هذا بقى ونحن هذا بقى. قال لي هي الأولى، كتبت له ليلى مولاتي يا ليلى، الحبيبة الطبيبة مولاتي حبيبة قلبي شريك حياتي، واحد النوع غادي تسمعها ان شاء الله في القريب هذه الاغنية هذه، وجدت تلحينا وكلمات خليك معايا سيدي معاك، وجدت في ظرف ساعة. كنظن بزاف ديال الاغاني اللي كتبت لبعض الاصدقاء ديالي، منهم سي محمد فتح، حال ما بيني وبين والو، يعني سعد من سعد ما كانت كتبت وتلحنت، عبد الرحيم سقط هواني هواني، يعني في واحد القهوه كتبناها وتلحنت الى اخره، عيبوا عليا على شيخ زادي الى اخره. انا كنعتقد بان النزعه الطيبه في المغاربه اللي خصها تبقى وهي المحبه الدائمه، عندي اعتقاد، وانا بكل صراحه انا ما كنتش دائما رجل دغري لا، ولكن كان عندي تحرميات واحده ومحبه واحده. ولكن هو باعتباره ولدي كنت عارفه الداخل، لان هذا السيد هذا اللي انا خصكم تعرفوا على سي محمد الجو، باش بقى عندي عزيز واحد من اولادي. لماذا؟ السيد خد البكالوريا وغادي يدخل الجامعه، وجا عندي البيرو ديالي قال لي غادي نمشي نقرا في الجامعة، قلت له محمد ما تمشيش للجامعة، قال لي شنو نعمل؟ قلت له دخل تخدم معايا، دخل معايا في المسرح تعاوني، قال لي وعلي وبقى معايا، هذا بحاب الجامعة باش يشتغل معايا، هذا هو ما مشى للجامعة ولا يديك ولا يخليك. والآن مسعود، قلت له مسعود قول له واش ندم؟ قول له واش ندم؟ واش قلت يا استاذ؟ انا في الحقيقه حاضر معكم واحد القلب مفتوح، لان هذه فرصه بعد صباح الخير وصباح مع الاساتذه والطلبه. أنا تحت لي فرصة، فرص كثيرة جدا، وأنني كنت كنحضر بعض الملتقيات، وكانت من جملة الأسئلة اللي كطرح عليا هو علاقتي بالأستاذ، أستاذي ومعلمي الفنان الكبير أحمد طيب عاج. كنت دائما كنهضر في غيابه، وتنعترف بكل الفضل اللي عنده عليا بعد الله سبحانه وتعالى. وكان داكشي كيوصل له وكيقول لي انت السي محمد، انت الوحيد اللي ماشي جا حوت وانت لا، ولكن دابا جات فرصه باش قدامك ونقرر ليه. استعمل طيب العيش، صوره غريبه جدا كيفاش انني تعاملت مع السي احمد مدة
20 سنة، 20 سنة بالتمام والكمال. في 68 بالضبط كنت قدمت واحد العمل مسرحي بمسرح محمد الخامس، كان سميتو هل من حد، قدمته في إطار المهرجان الوطني العاشر لمسرح الهوات. وهذيك المسرحية كانت من جملة المسرحيات اللي دازوا في الإقصائيات ودازوا المهرجان. وهذيك المسرحية كنت أول عمل كسبت اللي سميتها هل من حد. وكان السي أحمد الطيب العلج بطبيعة الحال، لأنه ديك الساعة كان أستاذ كبير، واحد مجموعة ديال الرموز ديال المسرح المغربي كانوا في اللجنة. من بعد ما سرى العرض جاء عندي شي حد قال لي راه السي أحمد الطيب علاش بغاك؟ أنا كأول خطوة عندي في المسرح، أول مرة كان تطع قدماي مسرح محمد الخامس، وديك الساعة اللي طلع مسرح محمد الخامس راه شي حاجة كبيرة. تلاقاني الأستاذ أحمد الطيب العلج، وهذا الشيء راه مازال لأنه هو تيقولوا من جهتو وأنا تنقولوا من جهتي، معناه أنه تيبقى مركز في الذاكرة ديالنا بجوج. طلع عندي سلم عليا قال لي شكون كتب هذه المسرحية؟ قلت له أنا السي أحمد. قال لي شوف هو سير في هذا الطريق، راه عندك مستقبل زاهر في هذا الميدان. وهذه بالنسبة لي أول شحنة اللي خلاتني انني نثق بنفسي ونقول هذا هو التوجه ديالي. وفعلا 1970 جيت لعندو، قلت له انا غادي نبدل الاتجاه. قال لي لا، انت غادي تشتغل معايا في 70، من 70 حتى 1990، يعني 20 سنة ديال النضال في جلب هذا الاستاذ. تعلمت الكثير انا من بعد السي أحمد الطيب العلاج. كنت واحد المسرحيات كثيرة وراك تعرفوها، سبت الرجل الذي وجهه الخير، ساعة مبروكة، قدام الرباح، هذا انت، جار ومجرور، هذه كلها مسرحيات في الغالب اغلب الكوك راكم شفتوها وعرفتوها. دائما كنقول على ان الفضل كل الفضل كيرجع لاستاذي ومعلمي الفنان الكبير السي أحمد الطيب العلاج. علاش؟ الحقيقة كانت موهبة، كانت حتى بطبيعة الحال الموهبة كتبرز من منذ الطفولة، ماشي حتى تيكبر بنادم عاد كيقول أنا غادي نبدا ندير تمثيل. هذا ما كايناش، حنا في الأول كيبدا واش أنت غادي دير تمثيل ولا ما غاديرش. مازال أنا صغير في مسرح مدرستي، مسرح الهوات، كدا، هذه كلها كتعطيك بوادر ديال أن هذا الشخص راه عنده شي موهبة في واحد اتجاه معين، شي ضرب من ضروب الفن. فتجربتي في الكتابة كانت متواضعة جدا، لأن المحاولات ديال الفنان اللي كيطمح أنه هي. ولكن ملي دخلت عند المعلم بديت كنتعلم الصناعة مزيان، وهذا هو القضية اللي غريبة، هو أن هاد الحوارات راه ماشي شي حاجة هكا اللي غير تجي وتنزل. إذا ما كنتش رقيقي وكتعرف شنو هي الصنعة أو بالأحرى تم الكتابة ما يمكنلكش. وهذا الشيء دائما كنرجع وتنقول لأن أستاذي الكبير هو من المنتج تخديت هذا الشيء. والحمد لله بقول واحد السؤال كيقول لكم سولو واش ندم، أنا ما ندمش، بالعكس أنا جيت سعيد لأنني توجهت التوجه الحسن، سعيد لأنني التقيت مع واحد الأب الروحي ديالي اللي خدم بيدي وعلمني أشياء كثيرة، سعيد لأنني حققت له طموحه، لأنه هو من تنبأ لي بأنه غادي يكون عندي مستقبل. والحمد لله على ما أظن أن المستقبل قريب، والدليل على ذلك هو حب الناس وعلاقتي مع الناس وحضوري المتميز نسبيا. هذا الشيء كله ناتج عليه ايش؟ على جوج ديال الحوايج، وهذه أوصي بها الطلبة أو التلامذة، أنهم دائما يديروا نصف أعينهم أنهم كاينوا أساتذة وراءهم، هما اللي خلقوهم هما اللي كونوهم. فمجرد ما أنك تعرف أستاذك وكتعترف بعطاءاته وكتعترف بذكيته وكتعرف الدعم ديالو، إلا وكتكون ناجح وكتكون أمام الآخرين في أوج العطاء وفي أوج الإبداع. ولهذا ما خصناش ننساو دائما ننساو الأساتذة ديالنا، ما خصناش ننساو الناس اللي علمونا، وهذا
هي هذا هو السر اللي خلى ان العلاقه الحميميه وهذا الحب الدائم اللي استمر دابا تقريبا من 70 حنا دابا 31 سنه ديال المحبه وديال التاخي وديال العلاقه اللي هي ما منقطعش. علاش؟ الاعتراف بالجميل، وهذه هو الحاجه الوحيده اللي كتخلي ان العلاقه تستمر. وانا امامكم كنحيي استاذي وكنشكره لانه خلق مني بعد الله سبحانه وتعالى محمد الجم اللي الان معروف على الساحه الفنيه، وكنحييه وكنتمنى ليه ان شاء الله عمر مديد بالصحه والعافيه، وانا مدين ليه ما دمت قيد الحياه، وكنتمنى انكم تصفقوا لاستاذي. سي محمد الجم ولد ماشي من صلبي، ولدي تبون لا كاميرا، ولكن عندما اثرت الدعاء وانا اصلي لابنائي يكون في مقدمتهم محمد الجم. لان علمت الكثير من الجاحدين الناكرين ذوي العقوق، ولكن لا أحقد على أحد، لا أملك لكل من هو في هذا الميدان إلا المحبة، لأننا نعاني من غبن من جميع النواحي، فكيف أضيف إلى غبن الفنانين كرعية لهم أبدا؟ يا ربي اعصمني من الكراهية يا ربي لأي أحد، حتى أن أحد المسؤولين طلب مني شهادة في أحد الفنانين فذكيته، فقال لي يا أحمد يا سيدي أحمد إنه كذا وكذا وكذا. قلت يا حبيبي الكلام الجميل أو القبيح هو كالدراهم في الجيب، كل واحد يصرف من نوع دراهمه، الدراهم التي أصرف منها أنا هي المحبة والسماح والعفو. وأعود لمحمد الجم، ما نالني منه إلا الخير، ما نالني منه إلا الخير. واليوم الذي كنت سأودع مسرح محمد الخامس قلت له كلمة، قلت له محمد الغضب الذي كان يصب علي سترده بعد أن أنصرف. ومرة كنت تلقاني في الطريق واحد الحاجة اللي لا يعرفها أحد، محمد الجم لا يمكن أن تمر ثلاثة أيام من غير أن يسأل عني وعن صحتي. يا سلام. كأحدني أبنائي هذا وفاء نادر، هذا وفاء نادر، إنه فنان وإنسان وعظيم، وأرجوكم أن تصدقوا ذلك.